بمجرد الإعلان عن رفع الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 50% وزيادة أسعارها، بدأت موجة من النكت والقفشات، وبدأ أيضا قدر من الآراء المتباينة. موضوع السجائر وارتفاع أسعارها في أقل من 12 ساعة تحول للموضوع الرئيسي المسيطر على صفحات التواصل الاجتماعي، المسيطر على أحاديث الناس في الشارع، المسيطر على حتى النكت وصفحات القلش كما يطلق عليه. الحقيقة أن الأرقام دايما كانت بتتكلم على أن المصريين بينفقوا مبلغ ضخم جدا، ربما في الإنفاق على السجاير على المزاج زي ما بيقولوا. فكيف استقبل المصريون هذه القرارات؟ زميلتي هدير عسكر نزلت للشارع وحاولت أنها تشوف إزاي تقبل المصريين أو لم يتقبلوا هذه القرارات. نشاهد. عادة سيئة بلا شك، يدرك تلك الحقيقة المدخنون قبل غيرهم، لكن رغبة الإقلاع عنها ربما لا تتوافر عند أغلبهم، مما جعل قرار زيادة الضريبة على أسعار السجائر يصنع حالة من الغضب لديهم. والله أنا لو قادر أشتري السيجارة أشتريها، مش قادر، هي مضرة، هي مضرة، وأنا عارف إن هي مضرة. أنا بطلت جميع المكيفات لحد السيجارة، ما قدرتش أبطلها. انا كمدخن لما سمعت سعر السجاير بالليل اتصدمت، يعني اشرب السجاير ب 24 جنيه، ادفع ايجار منين؟ اجيب فلوس منين عشان اشرب؟ مثلا بشرب كل، اقدر ان انا اشرب علبه كل يوم، زود لي السجاير، زودها لي 50 قرش جنيه، زودها 3 جنيه، ما ينفعش. انا بشرب 3000 في اليوم، حرام يعني، الواحد مش عارف هيشتغل بايه وهيشرب بايه وهياكل عيل بايه، يعني مين واحد متجوز وعنده عيلين ومأجر شقه بره؟ في ناس هتبطل وفي ناس هتشرب برضه، يعني مفيش فايده، ممكن يأثر في بيته برضه ويجيب سجاير ويجيب. حاله الغضب رصدت باهتمام كبير من وسائل الاعلام منذ صدور القرار الجمهوري بزياده اسعار السجائر بنسبه 50%، لكن المدخنين من المؤيدين للقيادات السياسيه الحاليه لم يجدوا مبررا كافيا لزيادتها. صراحه يعني بالرغم من ان الناس كلها متضايقه، بس انا مبسوطه، يمكن دي تكون سبب لتخلي الناس يقلعوا عن التدخين اللي بيشربوا سجاير كتير اما غلت اسعارها. بدايه سلسله لغلاء فاحش جاي في السكه اكيد، وهينضر منه اللي بيشرب واللي ما بيشربش. ما بشرب سجاير دي لي 18 سنه، كنت الاول بش، كنت انا غلطان في حق نفسي في حكايه السجاير دي، وربنا اراد ان انا ابطلها، بطلتها فعلا يعني بدون حلفان وبدون. اهم حاجه العزيمه بتاع الانسان في نفسه هو. يعني ما بين اشعال سيجاره واطفائها الجميع خاسر، لكن تبقى فاعليه سريان هذا القرار محل التجربه. هدير عسكر، قناة دريم. محل تجربة، هنشوف نتائجها إن شاء الله. هل بالفعل هتأدي إلى أن بعض الناس ممكن يقلعوا عن التدخين، ولا هتأدي إلى أنهم هيتحايلوا على هذا